فضيلة الشيخ، هل هناك مدد محددة لغروب الشمس، الأوقات المحرمة واستواء الشمس وطلوع الشمس؟ هل هناك أوقات محددة؟ يعني تقريبا ما يتعلق بطلوع الشمس دقائق يعني. وغروبها حتى يعني يحصل الاطمئنان إلى اكتمال طلوعها وارتفاعها في وقت الطلوع، وإلى غياب قرنها ونزوله عن الأفق الغربي وقت الغروب في كل وقت في حدود 15 دقيقة، 15 دقيقة. أما انتصاف الشمس في كبد السماء فهذا لا يحصل في كل المواسم، يحصل في الغالب عندنا في الصيف، وهي علامة ظاهرة، لأن عندما تنتصف الشمس في كبد السماء لا يكون للشيء ظل، فإذا بدأ زوال الظل إلى جهة الشرق، لأن الشمس حينئذ ستميل بعد الزوال ستميل إلى جهة الغرب، فحينئذ انتهى وقت انتصاف الشمس في كبد السماء، وهذا هو الوقت الشرعي لأذان الظهر. فهذا يعني أن وقت انتصاف الشمس في كبد السماء هو الوقت السابق على الوقت الشرعي المقرر في التقاويم عندنا لأذان الظهر. فأما كم يستغرق الزوال فلا شك أنه لا يستغرق المدة التي يستغرقها اكتمال طلوع الشمس أو اكتمال غروبها، لأن هذه حركة يسيرة، تتحرك الشمس وهي في حركة مستمرة تجري، فيكون الانتقال يسيرا. فهذه علامة ظاهرة يمكن رؤيتها، يمكن قياسها وضبطها، والحاصل أن الزوال عندنا، أن أذان الظهر عندنا يكون بعد الزوال مباشرة. مباشرة، نعم. فدل ذلك على أن وقت المنتصف أو انتصاف الشمس في كبد السماء هو ما كان قبل طلوع الشمس، بقي ما كان قبل انتصافها. نعم. بقي التنبيه، قبل زوالها. نعم. بقي التنبيه إلى أن وقت العصر، يعني عند غروب الشمس، ألحق اصفرار الشمس بغروبها. نعم. فإذا كان التنفل يكره بعد العصر فهو أشد كراهة عندما تصفر الشمس. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن تلك الصلاة صلاة المنافقين، يقعد أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس، فيعني ينقر أربعا لا يذكر فيها الله تعالى أو اسم الله تعالى إلا قليلا. فوقت اصفرار الشمس فيه كراهة شديدة. أما إذا اكتمل غروبها فجاز أداء الصلاة، والله تعالى أعلم.